لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل، هيا نبادر لغد أجمل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في برنامج فرسان سلمان، معي أنا سلمان الداجاني. أنا سميت هذا الطفل وجه الخير لأنه هو جاب الخير لعائلته. كيف جاب الخير لعائلته؟ من قصة غريبة كانت صدمة كبيرة له ولعائلته، صار عليه حادث وهو طالع من المسجد هو وأخوه، ومن بعدها تغيرت حياة العائلة كليا، طبعا للأسوأ. فقد والده وظيفته وأخوه ترك الدراسة، وما أخفيكم قديش تأثرت وأنا أدخل المنطقة الغريبة اللي هو عايش فيها. الصورة أبلغ بكثير من الكلام، وأكيد بتوصل لكم معاناة فارسنا إبراهيم وعائلته. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. أبو إبراهيم كيف الحال؟ الحمد لله، الحمد لله وشكرا. شكرا لاستضافتك لنا اليوم في بيتك. الله يحييك. هذا البطل إبراهيم؟ كم عندك ولد يا أبو إبراهيم؟ عندي الحمد لله من فضل الله 3 أولاد وبنتين. وبنتين؟ إيه. إبراهيم إيش ترتيبه؟ إبراهيم ترتيبه الرابع. إبراهيم معاق نصفي ها؟ معاق نصفي. إيش سبب الإعاقة؟ والله سبب الإعاقة حادث سيارة بعد صلاة العصر، طلع أخوه الكبير اللي أكبر راح البقالة، البقالة مقابل البيت، هو تغفلنا وخرج وراه، وكان عمره 4 سنوات وستة أشهر. يوم طلع مع الباب نزل مع الدرج اللي في السيارة جاية تصدم فيه، جاء أخوه الكبير يصرخ إيش فيه؟ قال له أخوي إبراهيم صدمت السيارة، أطلع اللي هو مغمى عليه، شلناه وعلى المستشفى. طيب أبو إبراهيم في المستشفى قالوا لكم إبراهيم صار مقعد؟ صار مقعد معاق يعني؟ ايه بعد 6 شهور. بعد 6 شهور في العناية؟ هو جلس في العناية المركزة في مستشفى الإيمان تقريبا 15 يوم، بعدها طلعوه جلس 15 يوم برا وقالوا خلاص عندنا انتهى، سووا له جبس وقال خلاص عندنا انتهى، طلعوه. رحت انا قدمت على الإمارة
حولوه على مستشفى الملك سعود. رجعوا قالوا هذا الشغل كله ما ينفع. رجعوا دخلوا المستشفى مرة ثانية، دخل شو اسمه الترقيد، وعلشان أشعة مغناطيسية مفتوحة، الولد كان صغير ما يتحمل أشعة مغناطيسية مغلقة. أثرت على الحبل الشوكي. سم؟ أثرت على الحبل الشوكي؟ الأشعة. لا لا. اللي أثر على الحبل الشوكي أنه في اعتقادي أن شو اسمه الجبس، لأن المستشفى الإمام سواء جبس من الصدر لين. طيب الجبس. أبو إبراهيم، إيش كان وقع الخبر عليك أن إبراهيم معاق؟ الحمد لله، أولا أقول اللهم لك الحمد والشكر. هي فعلا لما تحس تشوف ابنك معاق أو يعطيك الخبر أن ابنك معاق، تجيك الـ يجيك الـ يجيك الواقع، وقع الخبر قصة صعبة، مصيبة. لكن إن شاء الله، وأقول الحمد لله أن إيماني بالله قوي، رضيت بالله سبحانه وتعالى، وقلت إن الله من إليه راجعون. هذا اللي قدرت عليه وصبرت. إيش صار للسواق اللي صدمة؟ والله أولا يوم جيت عليه مغمى عليه في الشارع، أخذت، أنا ما فكرت في مين اللي صدم ومين اللي ما صدم، أخذت ولدي وقلت قربوا لي أي سيارة، كان الناس متجمعين وزحمة في الشارع، قلت قربوا لي أي سيارة، تقدم هو اللي صدم هذا الولد، ركبت، أخذت الولد وركبت في السيارة ومشينا. ولد شباب هو؟ هي ولد شباب. كنت أنا في حالة بصراحة يرثى لها، يوم سمعت يصيح أمي ردت روحي علي، سألت السواق قلت لها مين، ما شفت لون السيارة شكلها، قال لي أنا اللي صدمت الولد. أنت؟ قال لي أنت. الحمد لله وصلنا المستشفى وبلغ للمرور، جو أخذ الاستمارة. أعطوكم تعويض؟ لا ما طلبت أي تعويض، تنازلت عنه، ولا دخل حتى السجن ولا دخل حتى المركز. لأنك أنت قدمت شيء لوجه الله، هذا سبب وجودنا هنا. الحمد لله. الحمد الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا كثيرا. الحمد لله، والله إني عافيت عنه لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا بغيت مثقال ذرة، ولا حتى الزيارة، قلت إذا بتزورني وأنت معك شيء لا تجيني، وهو زارني مرة واحدة ما عاد شفته لحد الآن، ولا أعرف حتى شكل الله. اللهم لك الحمد. إبراهيم كم عمرك؟ 7. 7. تدرس في أي صف؟ ثاني. في ثاني ابتدائي؟ لا، ثاني ابتدائي. طيب العام الماضي أخذت الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول أكيد، عشان نعطيك هدية. الأول أكيد. يعني إذا جبت لك لعبة وما طلعت الأول أعطيها أخوك. ها إبراهيم أنت تدرس، ها؟ عندك أصدقاء في المدرسة؟ عندك أصحاب؟ كم صاحب؟ اللي في الصف الأول كلها أصحابي. كلهم أصحابك؟ اللي في الصف الأول. كم في واحد على الكرسي مثلك؟ 5. أنت إيش تشجع؟ هلال. يا ولد، وليش لابس اتحادي ولا نصراوي؟ لا لبسنا الأول. ما عندك تعصب انت؟ ايش تبغى تصير اذا كبرت؟ شرطي. شرطي؟ ليش؟ عشان ما حد يصدم واحد مثلك، صح؟ انا شايف البيت مو مناسب لابراهيم. اكيد مو مناسب، حتى التهوية ما في تهوية، لكن الحمد لله على كل حال. وانت ما لك اي دخل تصرف على اولاد هذولا؟ لا والله دخل ثابت، ما لي أي دخل. أنا أروح الحراج اللي الله يكتبه، أجي أصرف على العيال، يوم 50 ويوم 60 ويوم 20 ويوم 30، واللي الله يرزقني فيه أجي أصرف على العيال. الدخل الثابت الوحيد اللي هو من الشؤون الاجتماعية إعانة له 800 ريال. أولاً باسم برنامج فرسان سلمان راح نقدم علاج مكثف لإبراهيم، تمام؟ هذا الأمنية. وراح نقدم بيت لائق
يعيش فيه إبراهيم هو وإخوانه بشكل لائق وبيئة صحية. اللهم لك الحمد والشكر. أنت ما عندك دخل. لا ما عندي دخل. راح نوفر لك وظيفة تعيش منها وتصرف فيها على إبراهيم وإخوانه وتكون في وظيفة مستقلة. اللهم لك الحمد والشكر. صراحة أنا فرحان بإبراهيم على أنه ما يبغى يتكلم. أنت عارف اسمي إيش؟ والبرنامج؟ طيب قول شوف عشان أعطيك هدية. قول أنا فارس من فرسان سلمان. أنا فارس من فرسان سلمان. بطل. وراح أساعد الناس اللي في حالتي. راح أساعد الناس اللي في حالتي. صحيح؟ وراح تسويها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا رسالتنا إنه ناخذ بيد إبراهيم والعائلات اللي عندها أطفال مثل إبراهيم وغير قادرة إنها تهتم فيهم. وأنا أشكرك يا أبو إبراهيم لاستضافتنا اليوم. يا أهلا وسهلا. وأنت إيش؟ اسمي فرسان سلمان. يا بطل. طيب شكرا لك يا أبو إبراهيم. الله يعافيك. هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل. هيا نبادر. طبعا أنا جاي أتعرف على أم إبراهيم الأم العظيمة هذه. السلام عليكم. عليك السلام. أنا آسف إني جيتكم في الوقت يمكن شوي محرج، لكن أنا عندي كم سؤال. إيش تتمني لإبراهيم؟ والله أنا كل اللي أتمناه وأطلبه من رب العالمين ومنكم إنكم تدخلونه مستشفى يتعالج، وبإذن رب العالمين يرجع زي أول وأحسن، وأتمنى إنه يكون كل شيء له يتمناه متوفر كعلاج كأمياته الخاصة. هو ما قال إيش أمياته؟ إيش أمياته؟ والله ما أدري، أنت عارف الطفل وده كل شيء، وده إنه يكون يلبس ملابس زينة، وده إنه يكون يطلع يتمشى. إنك تمشي بإذن الله، إنك تمشي. طيب العلاج وتوفر بإذن الله إن شاء الله. إيش الأمنية الثانية تمنينها له؟ أتمنى إنه يكون مبسوط في كل أي شيء يجي يتمناه، يكون له متوفر ما ينقص عليه أي حاجة. شكرا لكم إبراهيم. من رب العالمين. أنت امرأة عظيمة. وكل امرأة عندها طفل معاق وتهتم فيه هذه امرأة عظيمة. هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل. هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا. أكيد استغربتوا، إحنا كلنا استغربنا لما وصلنا لهذه المنطقة الغريبة مخيفة اللي عايش فيها فارس إبراهيم. بيوت من طين، شوارع ضيقة، عمالة في كل مكان، والبيئة غير صحية. وزي ما شفتوا كان بيت فارس إبراهيم جدا متواضع أو أقل من متواضع. تخيلوا ما يوجد فيه أثاث، منطقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة. ناهيك على المدرسة اللي يدرس فيها إبراهيم واللي تبعد أكثر من ساعة ونص بالسيارة. تخيلوا طفل معاق في سن إبراهيم يوميا يروح 3 ساعات رايح جاي للمدرسة. والمشكلة الأكبر أن الكرسي اللي معاه غير لائق صحيا وما يناسب طفل بعمر إبراهيم. وكعادة برنامج فرسان سلمان قرر وبأسرع وقت يغير حياة إبراهيم وعائلته. هلا 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 بإبراهيم. حياك الله يا ابو ابراهيم. الله يحييك في بيتك. السلام عليكم. الله يعطيك. حياك الله في بيتك. الله كيف البطل؟ وش رايك اول شيء نوريك غرفه امك وابوك؟ طيب نفتح الباب هذا. تعال يا ابو ابراهيم، هذه الغرفه الخاصه فيكم. الله
ندخل. تفضل ادخل يا ابو ابراهيم. انا وراك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ادخل ادخل انت يا بطل. يا ادخل ادخلوا ادخلوا يا ابطال. ايوه هيا اول كل يدخل. وين؟ طيب ادخل ادخلوا وراك. يلا ادخل. شوف غرفة الوالدة والوالد. ها الله يجزاكم خير. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. طيب الله يعافيك ويبارك فيك. وش رأيكم نشوف الغرفة حقت إبراهيم؟ الله يجزاك خير. نشوف الغرفة يا إبراهيم. ظلي. يلا. بسم الله. يلا إبراهيم معي يلا. هذه غرفة إبراهيم. ما شاء الله تبارك الله. وأخوه اللي معه وش اسمك يا بطل؟ محمد. هذه غرفتك أنت وأخوك. ما شاء الله تبارك الله. ها؟ ما شاء الله. إيش رأيك إبراهيم؟ حلوة. هو ترى اللعبة فوق لعبيتك فوق فوق السرير. ها انت لك البيضة ولا الحمراء؟ اختار البيضة. البيضة. ايش رايك؟ قول قول قد قول قول قد قول جزاك الله خير. ارفع ارفع صوتك تنتين سوي يا ولد. مبسوط ابراهيم؟ مبسوط؟ احسن من غرفتك اول؟ طيب الحمد لله. شوف غرفة خواتك ولا ولازم نشوف غرفته البطل هذا بينام مع امه وابوه ولا اي لا نشوف غرفة خواتك. يلا وقف هنا. اخوانك ولا خواتك؟ خواتك. بتقول اساميهم؟ تكلم تكلم عادي. وين خليهم يدخلوا. تعالوا تعالوا يا شطار تعالوا. هذه غرفتكم. شو اساميكم انتم؟ وانتي؟ ايش رايكم بغرفتكم؟ تكلموا تكلموا عادي. انا ما قلت لكم ابراهيم وجه الخير الحمد لله رب العالمين. هاي ابراهيم بفضلك قول هذا كله من خيري. صوت عالي قول هذا كله من خيري. الحين يذلنا فيه. اللهم لك الحمد. هذا اليوم بيدلكم فيها. يذلنا. الشاطر الصغير هذا اسمه ايش؟ شو اسمك؟ زيد. ها؟ زيد. زيد. ايش رايك يا زيد؟ قول حلوة. رايك؟ حلوة. لا سوي قول. سوي كذا. قول قول زيد. قول 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 رهيبة. قول رهيبة. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. أبو إبراهيم حياك الله في بيتك. أهلا وسهلا. الله يزاك. حياك الله يا أبو إبراهيم. الله يحييك. كيفك إبراهيم؟ الحمد لله. إيش رأيك في البيت؟ حلو. مرتاح فيه؟ أيوة. مرتاح؟ ما تبغى ترجع الجنوب؟ أكيد. ترجع لبيتك الأول أنا؟ لا. ما ترجع خلاص. عندك أصدقاء أول في المكان اللي كنت فيه في البيت الأول؟ الكراسي؟ لا. مثلك على الكراسي؟ في المدرسة بس. ودعتهم اليوم قبل تجي؟ ما قلت لهم مع السلامة؟ والله إنك قليل الخاتم. محمد انت درست معي من نفس المدرسة؟ ليش؟ وين يدرس هو؟ هو يدرس ليلي لانه رفض المدارس تدخلونه الصباح عشان كبر عمره. كم عمرك؟ 12 سنة. كان عندنا مشاكل هذا قصة الإضافة. يوم حصل الحادث على إبراهيم وعمره تقريبا داخل في 6 سنوات. بيني وبينك نسينا إبراهيم نسينا محمد انشغلنا بإبراهيم. أجلس في المستشفى تقريبا سنتين أو 3 سنوات أو 2.5 سنين. وبعدها طلعناه وصلنا الراجع. يوم جينا دخل المدرسة عمره وصلت 10 سنوات. رفض المدرسة قال عمره كبير. ليه كم كان عمره يوصل على إبراهيم محمد؟ من هو محمد؟ محمد كان عمره 6 سنوات وحوالي 6 شهور. انشغلنا بصراحة انشغلنا بذا. الحلو المنطقة هنا فيها مدارس كثير. أبو إبراهيم صح. أنا باسمي وباسم الفريق الموجود وباسم برنامج فرسان سلمان
أولا نحييكم ونقول لكم أهلا وسهلا فيكم في بيتك وبين أولادك، وإن شاء الله مستقبل جديد وانطلاقة جديدة أملها إن شاء الله. الطموح اللي إبراهيم عليه إن شاء الله، احنا وعدنا وعادة برنامج فرسان سلمان اللي رسالته ان يغير حياة المعاقين انه يوفي بوعده. وعلى ابو ابراهيم لو انه اليوم تعبان شوي، ها؟ لا الحمد لله، المفاجأة نستني التعب، اللهم لك الحمد شكرا. اي والله، وانا باسمي وباسم اولادي نيابه عن اولادي انا اشكركم جميعا انتم والعاملين، واسال الله، اسال الله العلي العظيم ان لا يحرمكم الاجر، وانا اللي مطلوب مني اني ادعي لكم طول في كل صلاه ان الله يوفقك ويصلح بالك ولا يحرمك الاجر. اي نعم، احنا اللي نطلبه هو الاجر، عملنا خيري ورسالتنا انه نغير حياه المعاق ونصنع منه فارس. وانت ايش؟ فارس. انت ايش؟ فارس. طيب برر تقول انا، اضرب على صدر يقول انا فارس. قول فارس. انا فارس. ايوه. سلام. طيب. اليوم نترككم في بيتكم تستمتعوا فيه. بارك الله فيك. طيب. ونسلم على فارسنا. وقول لهم طالع في الكاميرا، وين الكاميرا اللي لك؟ شوف الكاميرا هذه اللي هناك. طالع فيها قول له ايه؟ انا فارس. شوف. انا فارس. شوف. قول لهم. شوفوني الموسم الجاي أنا إبراهيم فارس من فرسان سلمان. يلا شوفوني الموسم الجاي أنا إبراهيم فارس فارس فرسان سلمان. مشكورين على الاستضافة اليوم، بارك الله فيك، وأسفين إن أخرناكم شوي. لا بد من الله، يعطيك العافية. وللأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا بالعزم. إبراهيم باشر من اليوم الثاني لزيارتي له في علاج مكثف. أنا ما أنسى أني أشكر قسم الصيانة والديكور في برنامج فرسان سلمان اللي خلوا البيت روعة، ألوان البيت كانت مريحة، وكان البيت مؤثث بالكامل بشكل جميل. اللحظة اللي دخلوا فيها والانطباع اللي كان مرسوم على وجوههم والسعادة اللي أنا شفتها على وجه الأطفال وأمهم لا توصف، إلا أنها ما كانت على وجه أبوهم. صراحة أنا حطيت نفسي مكانه وحاولت أحس نفس إحساسه. أبوهم الآن يقول في هذه اللحظة البيت موجود وإبراهيم تعالج، لأن الوالد ما عنده مصدر دخل ومو قادر يوفر احتياجات أبنائه، خاصة في مرحلة جديدة من حياتهم. كعادتنا في برنامج فرسان سلمان احنا ما نستنى، بادرنا واهتمينا بكل تفاصيل العائلة، وهنا وفرنا لوالدهم مصدر دخل. السلام عليكم. مرحبا اخوي جابر. عليكم السلام. صراحة احنا نشكر برنامج فرسان سلمان اللي رشحك لنا، وحاب اشرح لك على الوظيفة. الوظيفة هي بتكون حارس امن، وإن شاء الله أننا نتشرف فيك معانا، وإن شاء الله أن تلقى يعني العمل مريح وسهل بإذن الله. الله يحييكم. أنا برضه أشكر فرسان سلمان اللي أتاح الفرصة إن شاء الله، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. يعني تقدر توقع العقد إن شاء الله. الإنجاز اللي أنجزناه اليوم لهذه العائلة كان كفيل أنه يكون دافع لنا لتغيير حياة معاقين آخرين، وأكيد راح يكون دافع لكم بأنكم تبادروا وتغيروا حياة معاقين. تابعوني في الحلقة القادمة مع فارس جديد وإنجاز جديد، ولا تنسوا دائما دائما بادروا. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا.
الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل هيا نبادر لغد أجمل